طيب البيرسونال براندنج هنا زي ما احنا قلنا في شفنا الهدف بتاعه في الفيديو اللي فات، والفيديو ده هيكلمك اكتر على فكره الاكزامبل للفي ام في سي. تعال نشوف كده مثال. انا هاخد مثال كده، انا دايما بكتب قدامي ريمايندر لنفسي على فكره الفي ام في سي كل فتره، ده برضو بيساعدني ان انا احفز نفسي اكتر واتحرك لقدام، افتكر انا البوصله بتاعتي كان المفروض اتحرك في اي اتجاه. من ضمن الحاجات المهمه قوي ان انت تختار الفاليوز بتاعتك، ايه اهم فاليو بالنسبه لك، اهم 3 فاليو، او تختار الفاليو اللي انت دايما بتمثلها بشكل او اخر. وانا قلت لكم انا شخصيا لما جيت حطيت الفاليوز اللي انا مؤمن بيها وبحبها، اخترت الافشنسي لانها فعلا اكتر حاجه انا بشتغل عليها. مش معنى كده ان انا ما عنديش بقيه الحاجات التانية اللي هي التعاون والاحترام وغيرها من ال والريسبكت وبقيه الحاجات والانتجريتي مثلا، لا كل الحاجات دي موجوده، بس ابرزهم بالنسبه لي هي الافشنسي. طيب وده معناه ان يعني ان انت لو رجعت بقى للواي بتاعتك، انت بتعمل كل ده ليه، هتلاقي نفسك ان انت عندك ستيتمنت كده بتفكرك دايما انت بتعمل كل ده ليه. انا هدفي في الاخر ماي واي ان انا تو انسباير بيبول، اساعد الناس يكونوا مور افيشنت، يوصلوا الريتش للفول بوتنشال بتاعهم، وفي نفس الوقت يعني نبدا مع بعض نغير العالم للافضل كمحاوله مننا ان احنا نعمل ده. قد يبدو ده بالنسبه لك امل او يعني حلم شويه يعني كبير، ولكن كان لازم تكون حاجه تحفزك ان انت تتحرك في اتجاهها، وزي بنسميها يعني كده نورث ستار، يساعدك انك تتحرك في اتجاهه كامل يعني. طيب الفيجن بتاعتك بقى انك انت شايف الدنيا ازاي، يعني شايف ان انا imagine world، يعني اتخيل عالم في الفاست ماجوريتي اوف بيبل نو هاو تو ريتش ذير فول بوتنشال، وان هم يستخدموا الريسورسز بتاعتهم بشكل مور افيشنت، وبالتالي نقدر يبقى عندنا وفره في الموارد، ويبقى عندنا ناس فيري افكتيف، وبالتالي الكوميونيتيز بتاعتنا تبقى افضل لينا النهارده والاجيال الجايه. دي كده الرؤيه بتاعتي بمنتهى البساطه لو الامور كلها مشيت تمام زي ما انا متخيل، او حتى يعني بدانا بس مجرد بدايه والامور بعد كده مشيت. ده مثلا تصور. وبالتالي بقى انا هتقولي طب انت عشان تعمل ده تعمله ازاي، تيجي بقى اللقطه بتاعت الميشن بتاعتك، وبالتالي تكتب ان انت كوميتد. انا عن نفسي I'm committing to learning وترانسفير، والفكره ان انا demonstrate البيرسونال برودكتيفيتي والانرجي افشنسي نوليدج للاخرين، والبيست وشير البيست براكتس من خلال ان انا في النتورك اللي انا شغال فيها او الموجود فيها، على اعتبار ان انا اوصل لاقصى عدد معين من الناس اللي انا اعرفهم، اغير حياتهم من خلال الكورسات اللي شايفينها ديت بتاعه التنميه والكارير ديفلوبمنت، وفي نفس الوقت يعني ان انا نسيب ايرث مفيد للاجيال الجايه من بعدنا. دي نقطه مهمه قوي كميشن بالنسبه لي مثلا. طيب ازاي هتعمل ده؟ طبعا زي ما انتم شفتوا كده بستخدم كل وسائل التواصل الموجوده عندنا، زي ان انا اعمل بوستات، اكتب ارتكل، فيديوز، اعمل كورسات، المهم ان انا حاجه تو كونفي المسج بتاعتي للاخرين. دي الوسائل اللي انا هعملها. يبقى احنا شفنا الفيجن الميشن بتاعتي وازاي هقدر اعمل ده. ممكن تاخد نفس التكست ده وتكتب انت بالنسبه لك انت مؤمن بايه، انت عايز تعمل ايه، ايه الفاليوز الاصليه بتاعتك اللي انت كل ده بتعمله على اساسها. ممكن تقعد تفكر في الكلام دوت، لان فعلا وانس ان انت ساتلد على فاليو معينه او مجموعه فاليوز معينه وتشوف ازاي ممكن تخدمها. ممكن حد يقول يا جماعه لا انا دايما مدافع عن فكره الانفايرمنت، ممكن واحد يقول لك انا دايما مدافع عن فكره الاتش اس اي، دي تقتضي او الهيلثي والسيفتي والانفايرمنت موجوده عندنا في بيئه العمل. ممكن واحد يقول لك لا انا هتكلم دايما على فكره الصيانه والاس انتجريتي والمعدات. تمام، انا بتكلم على الحاجات اللي هي ايه صناعيه. ممكن واحد بالنسبه له فكره الكولابريشن، فدايما لما يتكلم في اداره المشروعات يبقى اهم حاجه بالنسبه له التعاون، وازاي بقى يخلي الناس تطلع احسن ما عندها في شكل التعاون مثلا، ويكتب الستيتمنت اللي ممكن تساعده في الاتجاه ده. ده على سبيل المثال. فاللي انا هتشوفه دلوقتي النهارده في الجزء اللي انا هكلمك فيه دلوقتي ده، ازاي ايه الاجزاء بتاعه الميشن ستيتمنت كعلم بقى، ازاي الناس بتكتب الاجزاء بتاعتها بتاعه الميشن ستيتمنت. هم تقريبا 4 اجزاء. جزء يخص السلف، انت بتتكلم عن نفسك من خلال ان انت يعني بتسال نفسك يعني انت هتبقى ازاي في الشكل المثالي في المستقبل. خدت بالك؟ فانت ممكن تقول والله انا اشوف نفسي ان انا اول بي مثلا ذا موست افكتيف وورلد كلاس مثلا برودكتيفيتي كوتش او انرجي افشنسي اكسبرت. انا بتكلم عن نفسي هنا. انت عايز تشوف نفسك ازاي لو الامور كلها مشيت تمام معاك؟ تمام، دي محتاج تكتبها، ممكن تكون حاجه واحده بس مش اتنين زي ما انا كاتب. طيب على المستوى السوشيال ايه الكونتريبيوشن انت عايز تعمله؟ فبالتالي ممكن تشوف ان انت يعني بتسال نفسك برضو السؤال، يعني ازاي الناس يفتكروك بعد عمر طويل، لو كل الناس اللي اتفاعلت معاك او اتكلمت معاك او اتعاملت معاك ازاي هي ممكن تصفك.
فبالتالي ان انا عايز اقول للناس والله عايز الناس تفتكرني ان انا كنت يعني very supportive و inspiring وكنت بعمل لهم motivation وكنت بالنسبه لهم زي life changing وكنت efficient او يعني effective person بالنسبه لهم. دي الثلاث حاجات اللي انا عايز اعملها. وبالتالي هتلاقي نفسك لما تبقى انت عايز الناس تفتكرك كده يبقى انت محتاج تعمل حاجات تخلي الناس يعني تسيب عندهم نفس الاثر ده. عشان كده مهم قوي الكلمات اللي انت بتختارها وانت بتملى الفراغات ديت بتبقى مهمه قوي. وانا هسيب لحضراتكم الكلام ده موجود في شيت بحيث ان انت تقدر تملاها في المرفقات وتعمل الاكسرسايز ده وانت قاعد مع نفسك. مهم قوي. ممكن بعض الناس تشوف الكلام ده يعني مثال زياده عن اللزوم او ملوش لازمه او هنعمل بيه ايه، بس صدقني بيفرق معاك كتير لما تقعد مع نفسك وتفهم القيم بتاعتك وازاي هتعمل كونتريبيوشن والناس عايزه تفتكرك ازاي. ده بيفرق معاك كتير قوي وانت بتتحرك. طيب عشان نحقق ده محتاجين مجموعه من السكيلز. ايه بقى السكيلز اللي احنا محتاجين تكون عندنا وتكون يعني فيري فلويد زي ما بيقولوا كده، يعني لازم تكون عندنا بعض السكيلز اننا اقدر اعملها بشكل بنسميها ايفورتلسلي. يعني زي مثلا الكيس بتاعتي كمثال، لازم افهم فكره بتاعت اداره الطاقه، لازم افهم الاساسيات بتاعت الموتيفيشن والانسبايرنج، ازاي اعمل اداره مشروعات، ازاي افهم اساسيات البرودكتيفيتي كوتشنج او الكوتشنج في العموم عشان اقدر اقدم الخدمه دي للناس. تمام، فلازم السكيلز دي اطورها عندي عشان اقدر انقلها للناس. دي برضو تحديد السكيلز بيحدد كمان انك انت محتاج تشتغل عليها. طيب لو جينا اتكلمنا هنا على فكره الخدمات او السيرفيس، ايه نوع السيرفيس اللي انت عايز تعمله للناس؟ ففي الاخر لان الخدمه اللي انت بتقدمها للناس دي او الحلم اللي انت عايز تعمله ده لو محطوط بشكل خدمي، انت بتعمل الحاجات دايما يا اما بدافع شخصي انت ليك انت، وممكن تعملها عشان خاطر حد. في بعض الناس بتشتغل عشان هي، وفي ناس بتشتغل يعني عشان خاطر عيالها اولادها عائلتها whatever. تمام، المجتمع بتاعها حبها لوطنها، كل الحاجات دي دوافع. فبالتالي لو تكتب انت بتعمل كل ده ليه، السيرفيس ده عايز يوصلك لايه، دايما هفكرك بالحلم بتاعك. فانا مثلا انا حلم ان انا اساعد 1,000,000 شخص ان هم يقدروا يحسنوا حياتهم ويوصلوا للفول بوتنشال بتاعهم. مثلا ممكن اساعد اكتر من 100 شركة في فكرة السيفنج بتاعت انرجي، اقدر اخدم 100,000,000 يعني مليون مثلا حد فقير سواء في بلادنا او في المجتمعات اللي احنا موجودين فيها. ده بالنسبة لي الكونتريبيوشن اللي انا عايز اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يساعدني ان انا اعمله. تمام، وبالتالي لازم افكر ازاي ممكن اعمله كل يوم واتحرك فيه. طيب تعال بقى نتكلم على البراند ستيتمنت. البراند ستيتمنت هنا يمكن انا هوقف الفيديو دلوقتي هنا، بس عايز افكرك ان في الفيديو الجاي هنتكلم على البراند ستيتمنت، وهنتكلم كمان على الجزء بتاع اللينكد ان والبروفايل بتاعنا وكتابه السي في، ده نقطه مهمه قوي. فتعال نشوفكم في الفيديو الجاي. طيب البراند ستيتمنت ديت تعني السلوجان، لو انت خدت بالك من الـ 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 الكلمه بنسموها السلوجان ديت. تعال ناخد مثال. المثال اللي عندنا مثلا ان انت يعني لو انا قلت والله حط نفسك باختصار في كلمتين، فممكن اقول لك والله ذا باشن اوف سيفنج انرجي والكوست والانفايرمنت. ممكن حد تاني يعني يقول لك والله ميكينج انوفيشن هابن. تمام، هو فكرته دايما متبلوره حوالين الانوفيشن، فهو لو عايز يلخص نفسه في كلمتين يقول لك والله يعني انا السلوجن ده. زي الشركات كده يعني شيفتنج ذا فيوتشر ولا ميكينج انوفيشن هابن ولا ايا كان الشركات اللي حطاه بتحط سلوجن بتفكرك بيها. تمام، ممكن واحد يكتب ان هو دايما سترايفنج فور ذا ماكسيمم بلانت سيفتي. تمام، ده بالنسبه له سلوجن بالنسبه له. اتشيفنج بروفيتبل سستينابيلتي مثلا، دي برضو بعض الناس عايزه توصل للسستينابيلتي كمفهوم وفي نفس الوقت بتعمله بشكل بروفيتبل. تمام، دي تحدي ازاي يعمل الاثنين ويبقى برضو يعني مفيش تعارض بينهم على سبيل المثال. فانت محتاج تحط حاجه تشالنجينج بالنسبه لك. في بعض الناس يقول لك يعني ذا باشن اوف ادينج فاليو، هو عايز ياد فاليو باي شكل في الـ في الـ في المؤسسه اللي هو فيها، فده الباشن بتاعه ان هو ياد فاليو في اي مكان يتحط فيه. ده برضو مش غلط، ممكن ياخد حاجه زي كده. فانت اكتب ما تراه مناسب بالنسبه لك لان ده فعلا بيكون محفز وبيعبر عنك. بس خلي بالك الشيء المهم والاحلى من الكلام هو الفعل بقى، انك انت بعد ما تحط الكلمه دي بتشوف فعلا هل انت اللي اتعامل معاك يقول فعلا اه والله السلوجان اللي انت حاطه ده يعبر عنك ولا لا. دي نقطه مهمه قوي.